رجع. لما فريق يلعب مباراتين ما يسجل حتى هدف في الهجوم ويسجل عليه ثلاث اهداف، لا تقول لي يعني يلعب كره ممتازه. اوكي حفيظ رغم ان عد لك في المباراه ايضا منتخب مونيب خسروا هدفين وكنت متفائل في هذا النطاق. انا مانيش حاب ندخل في نقاش ولا جدال لا بين انا مع شيخ رباح سعدان ولا مع اي واحد. انا حر ونقول الكلام اللي نفكر فيه مثل ما شيخ رباح سعدان والبقيه هم احرار ويقولوا اللي يحبوه ويبقى الحكم للجمهور. انا نقول رايي، انا كذلك نعرف كره القدم بكل تواضع. رايي هو انه انا عمري من زمان من منتخب الثمانينات ما شفناش منتخب يلعب بهذه الكيفيه. امام تونس سجلوا علينا في الدقيقه 92 وامام طوغو سجلوا علينا هدف ثاني في الدقيقه 97. هذا عنده دلالة ممكن نقائص في مجال معين، هناك نقائص ربما نعم. نقص الخبرة ونقص التجربة لكن المنتخب التونسي يعني حفيظ لا نقطة فقط لأنه تكلمت لك أنا منتخب التونسي أيضا متواضع. منتخب المغرب تفضل منتخب التونسي أيضا متواضع ومنتخب الطوغولي متواضع أيضا. أنا قلت متواضع. لا الطوغو ماهوش متواضع يا سيدي. لا الطوغو ماهوش متواضع. منتخب تونس كان سيء ولكن ماهوش متواضع. هو لا. منتخب عنده لاعبين افضل منا ولكنه كان سيء في هذه الدوره ربما بسبب تحركاته. المنتخب المغربي حرام عليه المنتخب المغربي ما يفوز بكاس افريقيا للامم بهذه التشكيله. ما نقول بانه لعب ثلاث مباريات وحصل ثلاث تعادلات. المنتخب الجزائري هل يعقل انه نطلب منه يفوز بكاس افريقيا وهو كان غايب في الدوره السابقه؟ هل يعقل نطلب منه يفوز بكاس افريقيا وهو يلعب ب 11 لاعب عمرهم ما لعبوا نهائيات كاس امم افريقيا؟ هل يعقل نطلب منه يفوز بكاس امم افريقيا؟ نكذبوا على الناس يا ناس ونقول هو منتخب عنده سبع لاعبين لعبوا بين مباراه وخمس مباريات في مرحله الذهاب، عنده ست لاعبين جدد، عنده لاعبين غايبين، لاعبين مصابين، عنده لاعبين خرجوا من الاصابات. يا ناس ما نكذبوش على بعضنا. هل المشكل في الكره الجزائريه هو في علي لوزيت؟ المشكل في الذهنيات وفي العقليات وفي الفلاسفه تاع الكره، ومشكل في دوري ضعيف وما عندناش لاعبين، المشكل ايضا في هذا الحقد اللي موجود اليوم، المشكل ايضا في تصفيه الحجابات اللي موجوده، نحبوا ولا نكرهوا، نشوفوها في الوجوه ونسمعوها في الاصوات وفي القراءات وفي الكتابات. نقول لكم بانه كاين هناك نيه او تصفيه حسابات. المدربين اللي سبقوا كلهم طلعوا هبط وكانت عندهم نتائج سيئه مش كويسه، ولكن نقول لكم بانه اليوم انا صراحه عمري ما شفت منتخب خاسر 1-0 في الخمس دقائق الاخيره ويلعب الكره يطلع فيها من الخلف. نعم حفيظ ربما هذه نقطه شيخ رباح سعدان ايضا يريد ان يتدخل حتى يكون الحوار متبادل. تفضل الشيخ. زين اكد لك يا حفيظ ما كان لا حسابات لا شيء، كان مشكل تاع تسيير وخلاص المشكل لا ما كان حتى شيء، كاين مشكل تاع تسيير وما كانش مشكل، ما كانش استقرار وكان قرارات تاخذ والله يسهل عليكم. اذا انا مش عليا انا ما راش اذا حفيظ راك تدخل كلي راك مسؤول تاع الاتحاديه. خليو الاستقرارات خلي الاستقرار كما اللي ما خليتوش من قبل ودوك راح تخليو الاستقرار. خلي الاستقرار الله يسهل حفيظ. ما تشخص انا مانيش مشخص ومانيش نقصدك وانا نعرف واش نقول وانت عارف واش راني نقول يا شيخ. مع احترامي ليك وتقديري انا ما قصدتكش، ولكن في تصفيه حسابات واللي حسبته ما عندي حتى حسابات معك حفيظ. وما نخافش نقول لك اي حاجه في وجهك. ما نخافش نقول لك اي حاجه. حتى انا ما نخافش منك حفيظ، ما نخافش نقول لك وانت ما عندك حتى دخل المفروض في هذا الشيء. حاشا يا شيخ انت خلينا حفيظ ما عندك وش انت وش الدور تاعك في الاتحاد؟ ما هو الدور تاعك في الاتحاد؟ والناس شجعوك والناس انتقدوك ودافعنا عليك في ظروف ما تعرف التاريخ جيدا. ما دافعتش عليا ما دافعتش عليا تسمع لي. انت حر. المهم ولا واحد يقدر يخرج من ذهني. والجمهور ماهوش غبي وماهوش جاهل، يعرف اشياء كثيره جدا، وانت يا شيخ والبقيه والكثير من الناس يعرفوا الكثير من الاشياء واحنا نعرفوها كذلك. المسؤوليه والامانه والصجاج تقتضي من الانسان يقول رايه بكل حريه ولكن ما يفخرش وما يركزوش. واحد حالي لوزيش لازم يروح من المنتخب وبعدين يلا يروحوا عيد لوزيش. عندنا مباراه بعد شهر ونص. انا يا ريت يستقيل هذا واحد لوزيش ويروح، ويا ريت يستقيل ويروح. ولكن وين راهم المدربين اليوم؟ لا في الجزائر ولا في الخارج، وين راهم؟ المدربين اللي نعرفهم مدربين يروحوا الميدان يروحوا يدربوا.
يروحوا يبينوا لنا حنا تديهم كما نقولوا ويبينوا لنا، ولا اللي ينتظروا غير المنتخب فقط اللي عمرهم ما كانت عندهم فرصه في منتخب في نوادي اخرى ينتظروا المنتخب، هذا امر اخر. اسمع لي برك حفيظ، حفيظ نقول لك كلمه برك. نعم. واش درنا ليكانس واش درنا وساج؟ تفضل. يعني لما المدربين وساج وليكانس ثاني حسابات هذه لانه واش درنا نتائج مع ليكانس ومع وساج؟ قول لي اعطيني يا شيخ انت، اعطيني النتائج ما دارت معاه من الجزائر. اسال رئيس الاتحاديه هو يقول لك، اسال رئيس الاتحاديه هو يقول لك. خلاص اعطيني نتائج يا حفيظ، اعطيني النتائج تاع الناس هذو اللي جاوا اجانب جلسوا مده طويله. اعطيني واش داروا المدربين، اعطيني واش داروا المدربين الجزائريين يا شيخ. ما عاد نعطيك نعطيك اعطيني المدربين في الجزائر، اعطيني اعطيني وراهم المدربين وراهم. حفيظ معنا ايضا محمد شعيب، ربما محمد لانه عنده فكره، لانه تكلمت عن المدربين المحليين لم يقدموا شيء. خلاص انطوي ولفت الملف هذا وخلاص، يعني ما بغيناش ندخلوا فيه يعني جينا نديروا تحليل كما نقول لك منطقي وحقيقي. ولمصلحه المنتخب الوطني لازم تكون حقيقيه. قلنا احنا بعدين ماناش صاحب القرار. صاحب القرار هي الاتحاديه هم المسؤولين ياخذوها. حفيظ دراجي الاعلامي الكبير في قناه الجزيره الرياضيه، شكرا لهذا الاتصال وهذه كل التوضيحات، شكرا. شكرا جزيلا، بارك الله. نقاط عديدة طرحت والكلام كان